الآية 57 من سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. مر الحديث في أجواء هذه الآية الشريفة. الآية التي بعدها وهي الآية 58، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذه صورة تكون في تتابع مع الصورة السابقة، فالصورة السابقة في الآية 57 سحاب ثقال تسوقه الرياح لبلد ميت فحين ينهمر ماء السحاب هذا تخرج الثمرات من أكمامها، وكذاك يخرج الباري الموتى من هذا التراب. على نفس هذا النسق تأتي اللوحة متكاملة في الآية 58: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. بإذن ربه هنا برعاية ولطف وعناية، وإلا ليس المراد من إذن ربه هنا إرادته وأمره، فإن إرادة الله وإن أمر الله هو جار في البلد الطيب وفي البلد الخبيث، ولكن هنا إذن ربه تشير إلى عناية خاصة. والبلد الطيب فأنبتها نباتا حسنا، كما في قصة مريم عليها السلام، فأنبتها عملية إنبات بهذا النحو الذي نشأت فيه السيدة مريم، أنبتها نباتا حسنا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أية آيات؟ آيات التكوين، ليس الحديث هنا عن آيات التدوين. آيات التدوين إشارات إلى آيات التكوين، وآيات التكوين هي الأخرى علامات يفتح بعضها على البعض الآخر. فما يجري على الأرض في البلد الطيب وفي البلد الخبيث مجريات التكوين
التي تجري في هذين البلدين هي الأخرى علامة تشير إلى أي شيء؟ تشير إلى الآيات العظمى. فالسحاب الثقال والمطر المنهمر والثمرات التي تخرج من أكمامها والأرض الطيبة التي يخرج نباتها بعناية ولطف من الله والأرض التي خبثت فلا يخرج نباتها إلا نكدا، كل ذلك آيات من آياته سبحانه وتعالى. البلد الطيب آية والبلد الخبيث آية، وما يخرج من نبات في البلد الطيب آية وما يخرج من نبات في البلد الخبيث آية، كلها آيات. وآيات التكوين على مراتب يرتبط بعضها بالبعض الآخر بمراتب أخرى من نفس سلسلة التجلي من الأسماء الحسنى. قطعا كل ذلك محكوم بقوانين، بسنن، قانون البداء وما يتفرع منه من حزمة كبيرة من السنن الكونية. السنن الشرعية ما هي إلا صدى؟ السنن الشرعية ما هي إلا شيء من عطر سنن التكوين. التشريع نفحة من نفحات عالم التكوين، رشة فيض من عالم التكوين. قل ما شئت. لن أطيل الحديث، سأذهب إلى رواية رواها لنا القمي في تفسيره. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وهو مثل الأئمة، علمهم بإذن ربهم، والذي خبث مثل أعدائهم، لا يخرج علمهم إلا نكدا أي كدرا فاسدا. ألا تلاحظون أن الهم الأول وأن الأمر الأهم في الكتاب الكريم يرتبط بهذا العلم الذي يبتني ديننا عليه ويبتني تفسير قرآننا عليه؟ كل شيء مرده إلى العلم، فديننا علمي وكتابنا علمي، قرآننا علمي. ومرت علينا الآية 52 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. كتابنا علمي وديننا علمي، والعلماء الحقيقيون هم أئمتنا. نحن نتحدث عن علم التواصل مع الله سبحانه وتعالى، عن العلم الذي يترابط فيه عالم الغيب مع عالم الشهادة، وذلك علم محصور بهم
وما من حق في أيدي الناس كما يقولون صلوات الله عليهم. أي حق من علم الدنيا أو من علم الدين؟ ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت، يشيرون إلى بيتهم الطاهر. ليس الحديث هنا عن بيت جغرافي في موقع جغرافي، إنهم يتحدثون عن البيت الذي له أهل عنوانهم أهل البيت، إنه بيت الحقيقة. ما هو ببيت من طابوق وطين وحجر، بيت الحقيقة. بيت الحقيقة الذين هم أهله، فهم أهل الحقيقة. ولذا فإن الحقيقة التي يعبر عنها بالحق تدور مع علي حيثما دار، فعلي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، الحق يدور مع علي لأن عليا هو الأصل، وليس علي هو الذي يدور مع الحق. علي هو الأصل، علي هو النقطة، هو المركز. والحقائق تدور حول علي، تطوف بعلي. الحق يدور مع علي حيثما دار. واضح. حكمة القرآن هي هذه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى علمه هذا، عمن يأخذه. حريصون أنتم على ما يدخل في أجوافكم وبطونكم وأمعائكم، والذي يخرج بصورة منفرة للنفس، ومع ذلك أنتم حريصون على معرفة مصادره. وهذا سيتركه الإنسان للديدان وللحشرات وللتراب، ولكن الذي يأخذه معه علمه، فكره، عقيدته. فلماذا أنتم لستم حريصين على مصادر هذا الذي تدخلونه في عقولكم؟ هل هو مذبوح على الطريقة الإسلامية أو لا؟ هذا الذي تدخلونه في عقولكم، تسألون عن مصادر اللحوم، هل سألتم عن مصادر العلوم؟ سلوا أنفسكم. ليس للحوم من خطر إذا ما أردتم أن تقيسوا خطرها بخطر العلوم. لو بقيتم كل أعماركم تبحثون عن مصدر العلوم التي تأخذونها، عن مصدر المعلومات التي تسمعونها من خطباء المنبر، من وكلاء المراجع، من الفضائيات، مني ومن غيري، لو قضيتم أعماركم بتمامها ووصلتم إلى نتيجة صحيحة في آخر ثانية من أعماركم ومتم، فوالله أنتم فائزون. ولكن أن تعبوا هكذا من المعلومات من أي جهة كانت، مجرد أن تروا شخصا
يلف قماشا على رأسه ويكثر الشعر في وجهه ويسطر الناس له أو هو يسطر لنفسه ألقابا لا معنى لها على أرض الواقع تأخذون منه؟ على أي أساس ستسألون؟ ستسألون عن علمكم هذا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه كما يقول باقر العلوم، إلى علمه هذا عمن يأخذه. تبحثون عن أصل اللحوم التي تأكلونها أو عن أصل بعض المأكولات التي جزء من مكوناتها حيواني وتتعبون أنفسكم في ذلك، ولكنكم ولا مرة سألتم هذه العلوم التي تدخلونها إلى عقولكم هذه المعلومات من أين مصدرها؟ ما هو مصدرها؟ ما تسمعونه في الفضائيات وما تسمعونه على المنابر الكثير والكثير منه ليس مذبوحا على الطريقة الإسلامية. يا من تهتمون بما تدخلونه في أجوافكم أن يكون مذبوحا على الطريقة الإسلامية، هذا الذي تدخلونه في رؤوسكم ما هو مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ تفهمون أو لا تفهمون؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وهو مثل الأئمة. القرآن هنا يأتينا بصورة تذكرنا بالأئمة وبعبارة أخرى، هذه آية في سلسلة آياتهم، في أعلى الآيات الآية العظمى. الآية العظمى هم، ما هم المراجع؟ المراجع هكذا عرفا يطلق عليهم هذا اللقب. الآية العظمى حقيقة هم، الآيات العظمى هم، وهناك سلسلة من الآيات. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذه آية في سلسلة الآيات التي تقودنا إلى الآية العظمى، إليهم لا إلى غيرهم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وهو مثل الأئمة، هذا مثل لهم. علمهم بإذن ربهم، والذي خبث مثل أعدائهم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث مثل أعدائهم لا يخرج علمهم إلا نكدا، أي كدرا فاسدا، كدرا كدرا، كما قال أمير المؤمنين: عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، مثل عيون المجاري. وعيون صافية لا انقطاع لها، متواصلة، متواصلة بفيضهم صلوات الله عليهم. ما عندكم من علم مختوم عليه ختم العيون الصافية، ابحثوا، مغشوش مغشوش مغشوش، غشوكم. الشركات التي أخذتم منها هذه شركات مغشوشة، ابحثوا عن أصلها. ألا تشككون في اللحوم التي يؤتى بها من الخارج، من خارج بلادكم على سبيل المثال في العراق مثلا، وحتى في غير العراق؟ أليس اللحوم التي تذبح في بلدانكم محليا
هي أغلى قيمة. لماذا؟ لأنكم متأكدون من حليتها، واللحوم التي يؤتى بها من الخارج وإن ختم عليها بالأختام لكنكم تثيرون الشكوك عليها بغض النظر شكوككم صحيحة أم لم تكن صحيحة. أنا أقول لكم الشركات التي تزودكم بالمعلومات، شركات المواكب الحسينية والمنابر، شركات المرجعيات والحوزات، شركات الفضائيات، أنا وغيري الذين يبيعون بالمفرد يبيعون بالجملة، الجميع، الكثير من هذه المواد مضروبة، مضروبة مغشوشة. ابحثوا عن أصلها، ابحثوا عن أصل هذه المعلومات. الكثير منها يقال لكم هذا من علي وآل علي، ووالله ما هو كذلك، ابحثوا عن أصله. لا تشغلوا أنفسكم بالبحث عن طعام بالنتيجة يتحول إلى غائط تلقون به في المراحيض، وتتركون علوما وعقائد وأحكام وفتاوى هذه تثبت في أدمغتكم وتحشر معكم، تسألون عنها واحدة واحدة. فكروا بعقل واتركوا الحماقة جانبا، فكروا بعقل وابحثوا عن أصل هذه المعلومات. الكثير الكثير من هذه المعلومات الموجودة في الساحة الشيعية مغشوشة، مضروبة، محرمة، كذبا كتبوا عليها حلال، ما هي بحلال. ابحثوا عن الأصل. وأنا هنا لا أقول لكم إنني أستثني نفسي من ذلك، أنا أيضا تأكدوا من كلامي، تأكدوا من كلامي مرارا أقول لكم ما أعرضه لكم من حديث أهل البيت، نعم أنا آتي به من مصادرهم، أما ما أطرحه من فهمي فإني لا أعطي به ضمانا، فقط أعطي ضمانا بنسبة 50%. لماذا؟ لأن عقلي مضروب، أيضا أنا مضروب عقلي، ضربته الثقافة الناصبية التي تعلمتها من مراجعنا الأجلاء ومن الخطباء الكبار ومن المكتبة الشيعية. لو سألتموني الآن عن كتاب واحد بحدود اطلاعي، بحدود معرفتي، بحدود خبرتي، بحدود تجربتي، إنني لم أطلع على كل شيء ولكن بحدود خبرتي، لو سألتموني عن كتاب فيه معرفة صافية عن آل محمد كتبه عالم من علمائنا، لا أعرف كتابا بهذا الوصف، صدقوني لا أعرف كتابا بهذا الوصف، لا أعرف كتابا كتبه أحد من علمائنا فيه معرفة صافية عن آل محمد، لا أعرف كتابا في ذلك، والله لا أعرف كتابا على الإطلاق. لا أعرف كتابا كتبته أنا أو كتبه غيري، لا أعرف كتابا واحدا في المكتبة الشيعية كتبه أحد علماء الشيعة من الماضين أو من الباقي، والله لا أعرف كتابا. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنا ما وجدت، ربما توجد كتب. أنا ما اطلعت، ربما توجد كتب، لا أدري. أنا لا أحكم على الأشياء التي لم أطلع عليها، أتحدث عن المساحة التي تمكنت من الاطلاع عليها،
إلى الآن وأنا أعيش بين الكتب، مذ كنت في السنة السابعة من عمري لا أتذكر كتابا. قطعا في ذلك السن ما كنت أميز هذه الحقائق، ولكنني أتذكر ما قرأت. حين وصلت إلى الحد الذي يخيل لي كما أزعم أنني قادر على التمييز، فإنني ما ميزت كتابا ولا أميز كتابا من الكتب التي اطلعت عليها أو طالعتها فيما سلف أو أطالعها الآن. لم أعثر إلى الآن على كتاب كتبه أحد علمائنا فيه معرفة صافية عن آل محمد إلى الآن. وأعود وأقول على حد علمي واطلاعي. لا أنفي أن يوجد، ولكن أتحدث عن مساحة معلوماتي ومساحة اطلاعي وإحاطتي المحدودة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، مثلما جاء في تفسير القم عن آل محمد، نكدا فاسدا كدرا. وأكثر المعلومات التي عندكم هي من هذا النوع، هي جاءت من هذا البلد الخبيث، لم تخرج من البلد الطيب. لماذا؟ لأن علماءنا ومراجعنا أحرقوا كل شيء جاء من البلد الطيب، وأخذوا شيئا من يشابه الذي ينبت في البلد الخبيث، وجاءوا استوردوا وجاءوا بكل شيء في البلد الخبيث وغطوه، غطوه. هذه العبارة الشائعة في العراق، ربما الكثير من العراقيين لا يعرفون معناها. هذا المقطع من البرنامج للعراقيين فقط. هذه العبارة الشائعة في العراق، يقولون فلان ضربنا بوري، انضربنا بوري، انضربت بوري. أتعلمون ما المراد من هذا؟ ربما البعض يتصور أنه انضرب بوري، البوري يعني الأنبوب، انضرب بوري مثلا أنه ضربوا على رأسه بأنبوب حديد مثلا. ليس المقصود من هذا الكلام هو هذا. انضرب بوري هذا مصطلح معروف في علاوي الخضرة، الذين يبيعون الخضراوات يعرفون هذه القضية. فحينما يؤتى بكيس من البلاستيك مثلا الشفاف ويريدون أن يعبئوا مثلا بالخيار، فماذا يصنعون؟ يأتون بأنبوب، بأنبوبة بوري، هو هذا البوري، يأتون بأنبوبة يضعونها في وسط الكيس، يأتون بكل الخيار الفاسد أن يضعونه داخل هذا البوري، داخل هذا الأنبوب، ثم يأتون بالخيار الجيد يصفونه بشكل يحيط هذا الأنبوب، فحينما ينظر الناظر إلى الكيس يرى أن الكيس من جميع الاتجاهات فيه خيار جيد. بعد ذلك يسحبون الأنبوب إلى الخارج ويخيطون، يكبسون هذا الكيس. فهم يقولون هذا مضروب بوري، يعني هذا الخيار الجيد فقط من الخارج،
أما في وسط الكيس المكبوس أو المخيط فالخيار الفاسد موجود، وكذلك مع التفاح وكذلك مع البرتقال وسائر الفواكه والخضروات. فحينما توضع هذه المواد في أكياس شفافة يأتون ببوري بهذا الأنبوب، بالأنبوبة يضعونها في وسط الكيس، يملؤونها مثلا بالتفاح الفاسد المتعفن، ولكن حول الأنبوب يصفون التفاح النظيف، التفاح الجيد. بعد أن يصفوا التفاح الجيد حول الأنبوب يسحبون الأنبوب ثم يكبسون الكيس، فأينما قلبت الكيس ستجد تفاحا نظيفا ما في فساد، ولكن التفاح الفاسد إن موجود في الجو في الوسط. أنتم مضروبين بوري، أنتم من الجهة العلمية والعقائدية والفكرية قد ضربتم بوري أيها العراقيون، وأقول أيها العراقيون باعتبار المثل العراقي، وإلا الكلام لكل شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما ينشر في الفضائيات الشيعية وعلى المنابر الحسينية وما تقدمه الحوزة الشيعية هو من هذا النوع، لقد ضربتم بوري. المعلومات ناصبية في تفاسيرنا في كتبنا العقائدية ويحاط حولها. مثلا الآن عندنا مثلا أناس الله سلبهم التوفيق، واضح، ذهبوا فدرسوا في مدارس المخالفين وجاءونا يحملون شهادات الدكتوراه في القراءات ويخرجون على الفضائيات يعلمون الشيعة قراءات النواصب ويدورون في المحافل القرآنية ويقام لهم ولا يقعد، وهكذا تجري الأمور. هذا مثال بسيط، محافل القرآن يؤتى بقراء النواصب، برامج الفضائيات في شهر رمضان في التمجيد بقراء النواصب، لقاءات مع قراء النواصب، تشجيع الشباب على أن يقلدوا قراء النواصب حتى في ملابسهم، الجلسات القرآنية مشبعة بالفكر الناصبي، دكاترة يدرسون القرآن عند النواصب، قراءات تفسير غير ذلك، يؤتى بهم ويجعلونهم سادة حملة القرآن ويعبر عنهم بحملة القرآن، والفضائيات تفتح أبوابها لهؤلاء والمرجعية تصفق لهم والعتبات المقدسة تقدم لهم الإمكانات، وكل ذلك عنادا للإمام الحجة. مضروبين بوري لو لا؟ أين آل محمد في كل هذا الضجيج؟ أين هم؟ نعود إلى قرآننا، بل إلى قرآنهم، إلى قرآن محمد وآل محمد. حينما نعتقد أنه قرآنهم ولا يؤخذ إلا منهم سيكون قرآننا حينئذ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون